الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة ويؤكد أن سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال. مدبولي يتابع عددا من ملفات عمل وزارة المالية، وكوجوك يؤكد ارتفاع مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية. حزب الله يعلن انتشال جثمان نصر الله، ومصدر أمني لبناني يقول إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقعه. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. صرح علمي أمني شامخ حمل على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال. إنها أكاديمية الشرطة المصرية التي تواصل نجاحاتها في تخريج رجال مؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا. المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، حرصنا في مصر ان احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره هيؤدي الى عواقب خطيرة في منطقتنا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأسر خريجي الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة، فضلا عن توجيه الشكر لهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. أوجه التحية للأسر، أسر الطلبة وأسر الخريجين، وأهنيهم على تخرج أبنائهم. وأشكرهم أيضا على أن هم يعني أعدوا أبنائهم أبنائهم وبناتهم، عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي أن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تميزت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة، لكن الحقيقة أنا يعني بتجي لي فرصة أن أنا أجي مرات وبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان أبقى مطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس. والحقيقة كل مرة بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في أفضل من كده. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال، وأشار الرئيس السيسي إلى مخاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع. المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وإن احنا حرصنا في مصر إن احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، وإحنا حذرنا منه وقلنا إن استمراره ويعني هيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر إن احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا إن احنا حريصين على إن احنا نكون
بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية، وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين. والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية، ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية، والتطورات اللي بتحدث، وانتوا طبعا متابعين كل حاجة، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين، عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا، وممكن تؤدي الى يعني توسع او اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة. واحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا اكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدناه، اكتر من 6 مليار دولار خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض، وأشار الرئيس السيسي إلى أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كما كبيرا من الشائعات. من فضلكم انتبهوا جدا، لأن طبعا في الفترة ديت ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده، والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله أساس من الصح كلها. من فضلكم انتبهوا جدا، خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. تضمن الاحتفال قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة. هذا بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها. قدم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة وساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة تخليدا لتضحياتهم، وفي قلب الساحة أجنحة النسر رمزا للأمن الذي يعم ربوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة. كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وجرى منح نوط الامتياز من الطبقة الثانية لأول الطلبة الوافدين وأول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار. كما ضمت قائمة الممنوحين لهذا النوط أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار.
قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قال إنه في ظل تطورات شديدة الخطورة التي يمر بها الإقليم منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة. أضاف المنسق العام للحوار الوطني أن اهتمام السيد الرئيس بهذه القضايا قد برز منذ خطابه في 2 إبريل بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع حماية وصون أمن مصر القومي في مقدمة المحاور 7 لمهام فترة الرئاسة الجديدة. وأضاف قد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، طالب الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته نظراً للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة. وأشار المنسق العام للحوار الوطني أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحاً على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غداً مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها رفع توصياتها كالمعتاد للرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كوجوك عددا من ملفات العمل، وخلال الاجتماع أكد كوجوك الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدا لتشغيل هذا الصرح الكبير، هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووية وتوفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية. وأشار وزير المالية إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن هناك تحسنا أيضا في المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات خاصة لشريحة محدود الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار للشباب عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية. وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدود الدخل أو متوسط الدخل. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية، قامت الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية. قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة وأيضا على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، شدد عبد العاطي على أن العدوان على لبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وسلامة الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري.
مواقف مصرية واضحة وتوجه ثابت لا يتغير تجاه حل الأزمات الإقليمية والدولية وخاصة التطورات في القضية الفلسطينية، وهو ما تؤكده القاهرة يوما تلو الآخر في كل المحافل الدولية. الاهتمام المصري بدعم القضية الفلسطينية أكده وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لحمام الدم في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. إن أولويتنا القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلاً عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل. وبشأن الأزمات الإقليمية الأخرى، دعا وزير الخارجية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في السودان وليبيا والصومال، مؤكداً أهمية وحدة الدول واستقلالها، وانتقد التصعيد الإسرائيلي في لبنان واعتبره انتهاكاً لسيادته. ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدوداً ويجر المنطقة إلى حافة الهوية، فإننا نؤكد رفضنا التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. في سياق آخر، أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى أزمة سد النهضة، منتقداً التعنت الإثيوبي وتجاهلها للقوانين الدولية، ومحذراً من أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لنهر النيل. وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعاً عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم. فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها. هكذا هي مصر دائما كعادتها صوت للحق والسلام، تضع نفسها في مقدمة المدافعين عن قضايا الأشقاء العرب والأفارقة، وداعية لإحلال السلام وإعلاء صوت العقل للحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الأرواح، وذلك انطلاقا من تاريخها العريق ومكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة. We'll be right back.
قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز إنه تم انتشار جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وأنها سليمة. هذا ولم يذكر بيان حزب الله الذي أكد فيه مقتل نصر الله أمس السبت، لم يذكر كيف قتل أو موعد جنازته، ولكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة لباريزيان الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قادت إلى اغتياله. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن عدد النازحين قد يصل إلى 1 مليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مؤكدا أن النزوح الحالي قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان. وفي تصريحات له عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية، طالب ميقاتي بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ليحل الأمن والاستقرار في المنطقة. احنا دائما عم نقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات، يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص، يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا عم نقول إذا وقف إطلاق النار من 7-8 أشهر نحن عم ننادي وقف إطلاق النار بغزة، يوقف الإطلاق النار بلبنان تلقائيا، يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود الأمور كما هي، ونحن بناخذ وقت لحتى نقدر نطبق 19-01 كامل. هيدا نداءنا أنه يصير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحل الأمن والاستقرار بالمنطقة. دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشار بطرس الراعي وهو أكبر رجل دين مسيحي في البلاد، دعا إلى اتباع الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. أضاف البطريرك الراعي أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة كبيرة استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت جاء ليفتح جرحا في قلب اللبنانيين، كما دعا الراعي للمجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
حث الجيش اللبناني على عدم الاندرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي والحفاظ على الوحدة في بلد يشهد انقساما سياسيا وطائفيا، وذلك غدا إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية. يأتي ذلك في حين ينفذ الجيش انتشارا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الآلاف إثر قصف إسرائيلي عنيف على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن التصعيد والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، داعيا لتجنيب المنطقة مخاطر حرب شاملة. وشدد غوتيريش على ضرورة وقف دائرة العنف وعلى أن تبتعد كل الأطراف عن حافة الهاوية. كما حث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2701 بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين هناك. Monday was the bloodiest day in Lebanon since 2006. Today, Israeli Defense. انتقد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله بالإضافة إلى مدنيين. وأكد البابا فرانسيس أن هذه الغارات تتجاوز الأخلاق، قائلا إن الدول لا يمكنها أن تتمادى في استخدام قوتها العسكرية. أعلن الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان بعد يومين على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف في لبنان خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومخازن أسلحة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قتل نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيكول روشان في لبنان لن يمر دون رد. وفي بيان له أوضح وزير الخارجية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قائد الحرس الثوري في غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وكانت إيران قد دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة. نددت الخارجية الصينية بانتهاك سيادة لبنان، وذلك بعد أن أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ودعت الخارجية الصينية جميع الأطراف خاصة إسرائيل إلى تهدئة الوضع على الفور ومنع اتساع الصراع أو حتى الخروج عن السيطرة، منددة بكل عمل يضر بالمدنيين الأبرياء وأي خطوة تؤدي إلى تفاقم الصراع. أكد الجيش الأردني أن صاروخ من طراز جراد أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان. أضاف الجيش الأردني في بيان أن الصاروخ لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية. أكدت وزارة الخارجية الكندية أن كندا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مضيفة أنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي كمساعدات إنسانية للمدنيين في لبنان. وفي بيان جددت فيه الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل. أضافت الوزارة أن كندا تحث جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حماية المدنيين بمن في ذلك العاملون في المجال الإنساني.
أورد موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية في بيروت التي أدت إلى مقتل رئيس حزب الله حسن نصر الله وقائد إيراني كبير. ونقل موقع أكسيوس عن أحد المسؤولين الأمريكيين القول إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم قتل نصر الله لكنها محبطة بسبب الافتقار إلى التشاور والشفافية من الجانب الإسرائيلي. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الأولوية القصوى لإدارة بايدن الآن هي تجنب غزو بري إسرائيلي في لبنان فضلا عن منع التدخل الإيراني المباشر في القتال. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف الجنوب اللبناني مستهدفا التجمعات السكنية. هذا وقد لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء صواريخ ومسيرات من الاحتلال. المشاهد تتكرر مرة أخرى من أرض الزيتون إلى أرض الأرز. لبنان الأخضر يكتوي بعدوان الاحتلال الغاشم كما عانت غزة لمدة عام. الحزن خيم على الأجواء في لبنان وارتوت أرضه بدماء أبنائه وسط حالة من الرعب والهلع أحدثتها صواريخ الاحتلال ومسيراته التي لم تترك المدنيين في الجنوب اللبناني ووصلت إلى حد ضاحية بيروت بعد أن هزت عدة انفجارات العاصمة اللبنانية المكتظة بالسكان وشهدت أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد عبر جنوب لبنان والضواحي. أعداد وكمية ونوعية الإصابات اللي شفناها واللي بعتقد العالم كله شافها حقيقة شيء مرعب كما ونوعا. الطاقم الطبي والطاقم التمريضي overwhelmed. فنحن مستغل هذه الفرصة للناشد يعني بلكي المنظمات الدولية. نحن أكيد تركنا أهلنا تركنا أولادنا بمطرح ونحن بمطرح بس لنقدر نقدم قد ما فينا خدمة إنسانية وتمريضية لنكون واقفين حد أهلنا يلي عم بضحوا ويلي تركوا بيوتهم وراحت بيوتهم. كان التعب كتير علينا بقينا أكثر من 36 ساعة نحن بلا نوم. مجمعات سكنية عدة تمت تسويتها بالأرض ولم تتضح بعد الأعداد النهائية للضحايا والمصابين في الغارة الإسرائيلية التي تقول إسرائيل إنها استهدفت المقر الرئيسي لحزب الله باستخدام قنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل استخدمتها قوات الاحتلال في تنفيذ تلك الهجمات. مشاهد النزوح أيضا كانت حاضرة في المشهد اللبناني ولم تقتصر على اللبنانيين وحدهم بل طالت اللاجئين أيضا مع اضطرار عدد كبير منهم إلى حزم أمتعتهم والهرب من الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين الأطفال والكبار. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كاسمور ورا كاسمور. استشهد 3 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 41,595 وزيادة عدد المصابين إلى 96,251 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن 3 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طوباس. كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا بعدة رصاصات خلال تقديم الإسعاف له، بينما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل. استقبل معبر رفح البري 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها العسكري للجانب الآخر من معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. المزيد مع محمد الخطيب من رفح. عام مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح البري متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم وبعد انقطاع دام حوالي 3 أيام قلصت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدد الشاحنات، يعني نلاحظ أن هناك عدد تدفق يعني ملحوظ نوعا ما لعدد الشاحنات التي اتجهت اليوم من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وهي حوالي 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية. هذا بالإضافة إلى وجود 10 شاحنات تحمل محروقات سواء كانت للغاز أو حتى السولار. ونحن نرى الآن بعض الشاحنات تخرج من البوابة الجنوبية لمعبر رفح البري بعد أن قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن هناك تدفقا بسيطا نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي قلصت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدم دخول بعض من الشاحنات التي كانت متكدسة من أمام معبر رفح البري. على مستوى الصعيد العسكري لازلنا نسمع دوي انفجارات كبيرة ومتكررة اليوم قادمة من الناحية الجنوبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من غاراتها العسكرية على مناطق متفرقة من الجانب الآخر من معبر رفح البري، ونسمع دوي انفجارات متكررة منذ الصباح إلى هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها إلى الآن. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم مرة أخرى. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مقتل 12 شخصا في غارات نفذتها طائرات مجهولة على شرق سوريا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لقوات الحوثي في اليمن. أضاف جيش الاحتلال في بيان أن الهجمات على الأهداف التابعة لقوات الحوثي شملت محطة كهرباء وميناء بحريا يستخدم لتصدير النفط. كانت مصادر في ميناء الحديدة اليمني قالت إن الميناء تعرض لضربات جوية أصابت أهدافا منها خزانة وقود. قتل 12 شخصا في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا. كما أوقعت الغارات عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته على الفور عن الهجمات. تتعرض مدينة أو منطقة دير الزور بانتظام لغارات إسرائيلية. تستمر مبادرة حياة كريمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.
تشمل تلك المناطق إمبابة وأرض اللواء التي شهدت إقبالا وترحيبا كبيرا من المواطنين. مؤسسة حياة كريمة يعني عاملة المبادرة دي علشان تخفف حمل على الأهالي، ودي حاجة كويسة. النهاردة الأهالي اتفاجئوا بسعر اللحمة، وامبارح برضو كانوا متفاجئين بسعر اللحمة اللي هي ب 210. هم على طول بيسمعوا لسعر اللحمة ب 350 و400، فهم فرحوا جدا ان مؤسسة حياة كريمة عاملة كيلو اللحمة البلدي الباري ب 210. هم في الأول ما كانوش مصدقين، بس لما جربوا امبارح جم النهاردة عشان يشتروا بأعداد كبيرة جدا. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع شركة القيصر منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين. تستهدف المنافذ الجديدة تقديم اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة مدينة الزقازيق، حيث أقامت مؤسسة حياة كريمة منفذين للبيع، الأول أمام مبنى ديوان عام المحافظة والآخر بميدان طلعت حرب بزقازيق، وذلك لتسهيل الوصول لمواطني المحافظة. النهارده احنا متواجدين في مدينه الزقازيق بتوجيهات القياده السياسيه. عندنا 2 منفذ في الزقازيق، المنفذ الاولاني امام المحافظه والمنفذ الثاني امام عمر افندي او امام مصر للطيران بالتحديد. يعني احنا النهارده بنوفر اللحوم البلديه الطازجه كنوع من الدعم او الدعم البروتين الغذائي للمواطنين كلهم. الاسعار هنا حلوه جميله عن بره، عن الجزارين بره، يبقى هنا ب 310. ده شيء عظيم جدا جدا لكل الجمهوريه، لان انا بشوف منهم ذوق وناس كويسين جدا ومعاملتهم حلوه مع الناس، ويا ريت انها كده طول السنه. الحمد لله دايما ثقتنا كبيره في اي حاجه ليها مصدر موثوق منه. انا عاده لا اما بجيب من منافذ الجيش او منافذ الشرطه امان، يعني دايما برجع دايما للاماكن اللي هي بتحوز على يعني ثقة الناس. يقدم أخبار الاقتصاد محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا إيمان، شكرا إلهام. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. بدأ وزير المالية أحمد كوشاك أولى جلسات الاستماع الضريبي مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية. خلال الجلسات أشار الوزير إلى أنه سيتم تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة بالأنظمة الإلكترونية. وأوضح الوزير أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والفريلانسرز والمهنيين حتى 15 مليون جنيه. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على الدور الذي قامت به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في دعم مشهد ريادة الأعمال في مصر وضخ الاستثمارات في شركات الناشئة بما يمكنها من النمو وتوسعة أعمالها. جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تطوير الشركة التي تعد أول شركة رأس مال مخاطر برأس مال حكومي. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية بلغت نحو 21 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي تريليوني و170 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 58% بالمئة ليصل إلى 31459 نقطة. كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 87% بالمئة ليسجل 7490 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبة 87% بالمئة ليسجل 10669 نقطة.
تباين أداء البورصات في منطقة الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، بينما أنهى المؤشر السعودي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام. ونزل المؤشر السعودي بنسبة 0.8%، في حين لم يشهد المؤشر القطري تغيرا يذكر. وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 63%، كما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%. نهاية أخبار اقتصاد، من جديد أعود إلى إلهام وإيمان. شكرا لك محمد. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، ويؤكد أن سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال. مدبولي يتابع عددا من ملفات عمل وزارة المالية، وكوجوك يؤكد ارتفاع مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية. حزب الله يعلن انتشال جثمان نصر الله، ومصدر أمني لبناني يقول إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقعه. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.